تخيل هذا، سيبنى مركز تجاري جديد بالكامل في مكان منزلك، وعرض عليك الكثير من المال للانتقال منه، هل ستقبل؟ حسنا، إن كنت مثل أي هؤلاء المالكين فالجواب لا، أنا بخير شكرا. رقم 1، عائق طريق لويانغ الصين. بصراحة في الصين الكثير من المنازل الصغيرة بحيث يصعب اختيار أكثرها غرابة. في الواقع يطلق عليها اسم البيوت المسامير لأنها تبدو كمسمار لا يمكن طرقه. هذا المنزل من 3 طوابق خير مثال على ذلك، وهو آخر مبنى في المنطقة كلها. لكن الغريب أن المنزل يقع في منتصف طريق جديد يجري تعبيده. تقول القصة أن المالك لم يعجبه التعويض الذي عرض عليه لينتقل. الرجل قوي الإرادة رفض التزحزح وصمد لأخذ المزيد من المال من سلطات المدينة. أتمنى أن يأخذ السائقون حذرهم ليلا. رقم 2، عالق في المنتصف معك، غوانغاتشو الصين. كان يفترض هدم هذين المبنيين السكنيين لأن المدينة أرادت بناء جسر مهم في المنطقة، كان سيصل طريقا سريعا بنفق تحت الأرض افتتح مؤخرا. قبل معظم السكان التعويض وانتقلوا، لكن 3 أسر رفضت تماما الرحيل من منازلهم. لم يكن لدى شركة البناء أي خيار آخر سوى بناء ممر جانبي ضخم حول المباني، وقد وعدت العائلات الباقية بحاجز ضد الضوضاء لحجب صوت حركة المرور. لكن إن قرر أي منهم الرحيل سيحصل على مال لذلك. أعتقد أن علينا الانتظار. رقم 3، إيديث ميسفيلد صاحبة الإرادة القوية، سياتل واشنطن. في 2005 شهدت منطقة بالارد في سياتل نموا غير مسبوق. مباني ووحدات سكنية ومراكز تسوق كانت تظهر في كل مكان. عندها عرضت شركات العقارات على السيدة 750 ألف دولار لمنزلها المقدر ثمنه ب 120 ألف دولار، لكنهم استعدوا لدفع الثمن الباهظ لأنهم أرادوا بناء مركز تجاري في منطقة المنزل المكون من طابقين. عاشت صاحبة المنزل هناك 50 عاما ولم تقبل إخلاء منزلها. صدق أو لا تصدق، رفضت المال، لكن المقاولين لم يستسلموا بسهولة. قرروا بناء مركز تجاري يحيط منزلها من 3 جوانب، وسمح تصميم المشروع لدمج المنزل في المول إن اختارت ميسفيلد الخروج. في النهاية عرضوا عليها 1,000,000 دولار لترحل، حتى أنهم وجدوا لها منزلا يشبه منزلها في مقاطعة أخرى، وعرضوا دفع تكاليف رعايتها الصحية كامرأة مسنة، لكنها رفضت بأدب من جديد. لم تكن إيديث ضد إنشاء مركز التسوق مكان بيتها، لكنها لم ترد مغادرته. عدا عن ذلك كانت سعيدة بوجود رفقة، حتى أنها أصبحت صديقة حميمة مع رئيس فريق البناء باري مارتن. زارها كثيرا وأخذها إلى مواعيد مختلفة، وحتى تسوق لأجلها. عندما توفيت إيديث عام 2008 ورث مارتن منزلها، ونعم لا يزال قائما حتى يومنا. أوه. رقم 4، خندقك الشخصي، تشان تشينغ الصين. هذا المنزل من أشهر بيوت المسامير في الصين. في 2004 طلب من 280 عائلة في المنطقة الانتقال لبناء مركز تجاري جديد. هذه قصة مألوفة. وكالعادة عرض المقاولون تعويضا ضخما قدره 18,000 يوان، أي 2,700 دولار مقابل 1 متر مربع، لكن هذا لم يكن كافيا لوو بينغ ويانغ وو مالك منزل من الطوب مكون من طابقين. ربما لأنهم عملوا كثيرا لتجديد المكان بعد أن كان مبنى خشبيا موروث. للمكان تاريخ، فقد كان متجرا وحولوه إلى مطعم. المهم، في حين حزم الجيران الأمتعة بقي الزوجان مكانهم. عند حفر المنطقة للبناء أصبح منزلهم على ارتفاع 17 متر من الأرض المحيطة. بما أن المالكين لم يخضعوا لأمر المحكمة بالخروج، قطعت المدينة إمدادات المياه والكهرباء، ومع ذلك لم يتزحزح الزوجان. ظل يانغ وو في المنزل، وأحضرت زوجته وو بينغ له الماء والطعام والملابس الدافئة والبطانيات. ربطت الإمدادات بحبل وسحبتها إليه،
لكن في 2007 استسلم الزوجان وانتقلا إلى شقة مماثلة في مدينة تشون تشينغ، لكن ذلك كان جهدا كبيرا. رقم 5، ركن المليون دولار. أي أحد من نيويورك يعرف كيس التسوق الأحمر الضخم بالقرب من ميسيز هيرالد سكوير، لكن قلة يعلمون أن لوحة الإعلانات تخفي في الواقع مبنى منفصل غير مرتبط بميسي، وله قصته المثيرة. في تسعينيات القرن 19 انتقل ميسي إلى تقاطع برودواي وشارع 34. كان لإدارة سلسلة خطط سرية للتوسع، لذلك أبرم صاحبها اتفاقا شفهيا مع ألفريد دوان بيل يمكن بوفقه لميسي أخذ الركن بمساحة 107 متر مربع مقابل 250 ألف دولار. لكن سيجل كوبر من متجر دراي جودز علم بعملية البيع المحتملة وعرض على بيل 375 ألف دولار. بالطبع لم يستطع مالك العقار رفض الصفقة الأكبر، لذلك باعه. أراد سيجل بناء متجر ملابس نسائية من 12 طابق. لسوء الحظ كان يستحيل بناء مبنى عال على قطعة صغيرة، لذلك عرض منحه لميسي مقابل موقعهم القديم في شارع 6 و14. لكن ميسي رفضت العرض وواصلت بناء متجرها بمساحة 204400 متر مربع حول العقار. في 1903 حل مبنى جديد من 5 طوابق محل السابق، وفي 1911 باع سيجل الأرض مقابل أعلى سعر دفع مقابل قطعة أرض، مليون دولار، أي 8. من المؤسف حقا أن يضطر أناس لمغادرة منازلهم بسبب العقارات، لذلك لنلقي نظرة على منزلين مدهشين ما زالا فريدين لم يضطر مالكيهما للرحيل أبدا. بيت نهر درينا ليس بعيدا عن باجينا باستا في صربيا، ستجد منزلا صغيرا لطيفا يقع على صخرة في منتصف نهر درينا. تقول القصة أنه في 1968 وقع بعض المراهقين في حب الصخرة لأنها كانت مكانا رائعا للتشمس والسباحة. في العام التالي بنى الصبيان في عمر 17 عاما منزلا صغيرا على الصخرة التي أصبحت ملاذهم في نهاية الأسبوع. لبناء هذا الشيء نقلوا مواد البناء بالقوارب والزوارق، أما القطع الأكبر فقد أسقطوها في الماء وسحبوها إلى الصخرة. حاليا أصبح المنزل مقصدا سياحيا رائعا، لكن ما تراه اليوم ليس المنزل الأصلي الذي بني في 1969. لقد أدى التدفق السريع وغير المتوقع للنهر لجرف 6 قبله، لكن في كل مرة يعاد بناء مبنى جديد أقوى محل السابق الذي أخذه النهر. بيت كاريت. مهلا، هل تخاف الأماكن المغلقة؟ لا تفكر إذن في شراء أنحف منزل في العالم. يقع بين بنايتين وسط وارسو بولندا، عرضه 1 متر فقط في أضيق نقطة و1.5 متر في أوسع نقطة. يدعم إطاره الحديدي طابقين، وكأي منزل فهو يحتوي على مطبخ وحمام وغرفة معيشة وغرفة نوم. تأتي الكهرباء من المبنى المجاور وتتيح له تقنية الصرف الصحي والمياه العمل بشكل مستقل عن خدمات المدينة. في الواقع المنزل ضيق لدرجة أنه بموجب القانون البولندي يجب اعتباره عملا فنيا لا منزلا حقيقيا. هل سبق ورأيت أي منازل أو مباني غير عادية؟ شاركنا خبراتك في التعليقات أدناه. تذكر أن تعطي هذا الفيديو إعجابا وشاركه مع أصدقائك، واضغط زر الاشتراك للبقاء على الجانب المشرق من الحياة.